اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسيه والاخيره في هذا البرنامج. وحضراتكم عارفين ان احنا من ساعه انطلاق دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحرير الوطني في 26 ابريل الماضي، واحنا في كل حلقه من حلقاتنا عندنا يعني فقره ما عن الحوار الوطني، وشملت فقراتنا السياسيين وال يعني المتنوعين فكريا وسياسيا من كل المدارس، وتناولنا الموضوعات وخدنا عديد من الموضوعات. ويمكن مع تطور الحوار الوطني احنا تابعنا مع بعض النهارده في الفقره الاولى تشكيل اللجان النوعيه الفرعيه له، وعددها زي ما بنقول 19 لجنه ضمن ثلاث محاور اقتصادي واجتماعي وسياسي. وعندنا اضيفت لجنه الحقيقه ما كانتش موجوده داخل المحور الاقتصادي، اضيفت في اجتماع مجلس الامناء الاخير. كان عندنا 7 لجان في المحور الاقتصادي، اضيفت لجنه ثامنه هي لجنه السياحه، وده جه الحقيقه في اطار مراجعات مجلس الامناء لاعماله واستماعه يعني ما يصل اليه من ملاحظات واهميه بعض الموضوعات، وده خلاه يضيف لجنتين في المحور السياسي فاصبح 5 لجان، ولجنه للمحور الاقتصادي فاصبح 8، ولجنه للمحور الاجتماعي وهي لجنه الشباب فاصبح 6. السياحه الحقيقه هي يعني المصدر الثاني في مصر للنقد الاجنبي، وهي مفترض في بعض الدول يعني صناعه ضخمه جدا وبتضخ على هذه البلدان امان اقتصادي وايضا امان استثماري. النهارده احنا بنناقش السياحه على اجنده الحوار الوطني، ومعانا الحقيقه يعني 2 من كبار المتخصصين في هذا المجال. بنرحب بيهم، بنرحب بالكاتب الصحفي والخبير السياحي الاستاذ مصطفى النجار. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، زميلنا العزيز طبعا في الاهرام. ومعانا ايضا الاستاذ محمد منتصر نائب رئيس لجنه السياحه بجمعيه رجال الاعمال المصريين. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا محمد. يعني هبدا بيك يا استاذ محمد، وانت يعني من الممارسين طبعا. استاذ مصطفى يعني نقد ومارس وكتب في اطر كثيره يعني، لكن هبدا بحضرتك مبدا وضع لجنه للسياحه ده كان استدراك من مجلس الامناء، هل هو في محله ولا السياحه داخله ضمن الاستثمار الخاص او الاستثمار العام او غيرها من اللجان الاخرى؟ هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت ده استدراك، لانه السياحه في مصر بتعتبر احد الروافد الهامه جدا للعمله الصعبه في مصر، وهي في تصنيفها كقطاع اقتصادي تعتبر ضمن ما يطلق عليه القطاعات التابعه. القطاعات الاقتصاديه الرائده 3، الزراعه والصناعه والطاقه، دول الثلاث محاور الاساسيه او القطاعات الرائده في مجال الاقتصاد. السياحه تعتبر قطاع اقتصادي تابع، ولكن في بعض الدول بتتحول لقطاع اقتصادي رائد لما بتتوفر لها شروط معينه، واحنا بنتطلع ان هذا القطاع يكون قاطره وتتحول في مصر لقطاع رائد. ولكن طبعا يعني امامنا الكثير من العمل والجهد والاستثمار والسياسات لوضع الرؤيه اللازمه لتحويل قطاع السياحه كقطاع اقتصادي الى قطاع رائد. فطبعا وجهه النظر بالنسبه للحوار الوطني وانها تضيفه وتناقشه وتضعه على اجنده العمل وعلى اجنده الحوار الوطني، اعتقد ده طبعا امر ايجابي جدا بل وضروري. عظيم. استاذ مصطفى انا عايز اسال سؤال يعني يبدو كده غريب شويه، وده ملوش علاقه بالافكار والايديولوجيات، له علاقه بالاقتصاد. هل السياحه زي ما كان الاستاذ محمد بيقول نقدر ننفق عليها ونستثمر فيها ونشجعها، لانها في النهايه من الممكن ان تكون واحد من اركان الاقتصاد المصري الفعليه، ولا هي شيء اضافي؟ لا 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 يمكن تكون شيء اضافي. لا يمكن. ليه بقى؟ ده رافد اقتصادي مهم جدا وداعم جدا للاقتصاد وداعم جدا لتوفير فرص العمل وداعم جدا لجذب الاستثمارات. السياحه زي ما نقول هي المصنع الجاهز لتوفير فرص العماله للشباب، ودي نقطه مهمه جدا لانه الصناعه صناعه السياحه صناعه كثيفه العماله. فبتوفر فرص عمل للشباب. نمره 2 بتدعم الاقتصاد باعتبارها احد موارد النقد الاجنبي لانه ده زي التصدير، انت بتصدر ميه وهواء ورمل وشمس، وبالتالي الصناعه تحتاج جدا ان السياحه تكون على راس اولويات الدوله في الفتره المقبله. زي ما حضرتك قلت في الاول الصناعه
احد موارد الدوله القويه في توفير النقد الاجنبي، انما اثنين بعد تحولات المصريين في الخارج تيجي السياحه مباشره. صحيح. السياحه بتعتمد عليها دول كتير جدا، دول قويه ودول كبيره وبتشكل نسبه كبيره جدا من الدخل القومي ليها ومن الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي ما نقدرش نستثني السياحه ابدا ونقول انها شيء هامشي او شيء غير اساسي في دعم الاقتصاد القومي. للاساسيات اللي انا بقولها دي، توفير فرص العمل، جذب الاستثمارات، دعم الاقتصاد. ممتاز. طيب استاذ محمد، احنا الكلام بتاع حضرتك وكلام الدكتور الاستاذ مصطفى انه السياحه شيء مهم، احنا عندنا مقومات السياحه؟ شوف سيادتك، يعني مقارنه بقى بالدول الثانيه، يعني لو جينا نتكلم دوله سياحيه كبرى، وايه انواعها بقى؟ ده برضه هيشرح الكلام ده. هو انا يعني ليا وجهه نظر في الموضوع ده تحديدا. مصر ليست دوله سياحيه. ليست دوله سياحيه. بمعنى ايه؟ هو تعريف الدوله السياحيه بالوضع اللي احنا فيه حاليا، مصر ليست دوله سياحيه. مصر بالمفهوم العلمي السياحي دوله تمتلك منتج سياحي عالي الجودة، وتستطيع انها تسوقه وتتكسب منه. اللي هو ايه بقى؟ لكن لم تتحول بعد الدولة السياحية. وايه الفرق؟ طب حقف عند المنتج، ايه المنتج اللي عندنا الذي لم يستغل يعني بترتيب اهميته وجذبه لسوق السياحة؟ المنتج كل المقومات اللي تفضل وقال عليها استاذنا الدكتور استاذ مصطفى، انه احنا عندنا شواطئ، عندنا رملة، عندنا شمس، عندنا بحر، عندنا آثار تلت آثار العالم، عندنا كل المناخ ممتاز جدا، كل المقومات دي. هذه مقومات تعتبر فاونديشن، أساسات تمام لبناء صناعة سياحة عملاقة. لكن كيف تتحول الدولة إلى دولة سياحية؟ الدولة السياحية اللي احنا بنقارن بيها زي فرنسا وأسبانيا والدول السياحية الكبرى بتختلف عن الدولة المصرية، أنها ليست دولة الكبسولة السياحية، ليست دولة الحضانات السياحية اللي احنا بنستعملها في مصر. اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي ايه؟ حضرتك لما تسافر اي دولة زي اسبانيا او فرنسا، حضرتك بتطلع من المطار تركب وسيلة المواصلات اللي بيركبها المواطن. صحيح. دون اي تحفظ. صحيح. حضرتك بتتحرك في اي مكان دون اي تحفظ. حضرتك بتاكل في المطعم اللي بياكل فيه المواطن. حضرتك لا تخشى من مستوى الهيجين في اي مكان، العدوى نعم، لاي مستوى او النظافه تمام. لكن احنا هنا بناخد السايح بنحطه في حضانات سياحيه او كبسولات سياحيه زي شرم الشيخ، زي الغردقه تمام، زي ونبتدي طيب عمليه العزل اللي احنا بنقوم بيها دي بنعزله من ايه؟ بنعزله من الانفايرمنت او البيئه بتاعه المجتمع المصري. يبقى اذا المجتمع المصري غير مؤهل للتعامل مع السايح، او السائح غير مؤهل ومستعد للتعامل فيه بالأريحية الطبيعية للدولة السياحية. ده طبعا فارق ضخم جدا، فارق كبير جدا وضاغط جدا على معدلات التنمية المطلوبة في قطاع السياحة. وبالتالي ده موضوع مشروع قومي. مشروع هو كيف؟ مشروع قومي. تمام. إعداد الدولة المصرية ده على مستويات كبيرة جدا من حيث البنية التحتية. إن ما نسميه السياحة اللي هي الدولة الصديقة للسياحة، زي ما نقول صديقة للبيئة كده. تمام. دولة تورست فريندلي. تمام. الطرق تورست فريندلي. المواصلات تورست فريندلي. الأمن يبقى تورست فريندلي. هأجل تفاصيل مهمة. هروح لك يا دكتور أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى دلوقتي أنا سألت السؤال ده للأستاذ محمد، إحنا إيه المنتج السياحي اللي عندنا يتميز عن الناس؟ هو ذكر لي طبعًا الشواطئ والساحة الآثار وكذا. أنت شايف ده إزاي؟ يعني إحنا إيه اللي يميزنا عن أسبانيا؟ ايه اللي يميزنا في الشواطئ؟ ايه اللي يميزنا عن دول اخرى؟ لا ايه اللي عندنا نبيعه او نطوره وهنرجع للتطوير يتم ازاي نتحول ازاي لدوله سياحيه؟ انت دوله في ادبيات السياحه بنقول دوله بالانجليزيه بيقولوا يونيك، دوله تمتلك مقومات سياحيه متفرده. اللي هي ايه بالظبط؟ عشان ساعات بنتكلم كلام اساسا السياحه في مصر كانت بتقوم على السياحه الثقافيه او سياحه الاثار. صحيح. في القاهره والاقصر واسوان. صحيح. لما جت حادثه الاقصر سنه 97 نعم، كان كل الضغط عليها وما كانش في حاجه اسمها غردقه ولا شرم الشيخ ولا الكلام ده. تمام. جاء المرحوم دكتور بلتاجي وفكر وقال انا لازم ابيع، وده كان المنتج الاساسي والشبه الوحيد في مصر، الثقافي والاثري. والاثري نعم. فقال لازم نفكر اتجاهات العالم كله في السنين الاخيره بدايه من التسعينات انه يبقى في منتجات سياحيه اخرى متعدده، واستولت
على عقول الناس السياحة الشاطئية في العالم. صحيح. في بورصات السياحة في العالم عندنا مثلا في أكبر بورصة أو رقم واحد في العالم في بورصة في برلين بيبقى فيه 180 دولة. كل الدول بتقول الفكرة الأساسية فيها أنا ببيع الشمس والبحر والرمل. طب إحنا ما كانش ده متاح عندنا رغم إن إحنا بنملك آلاف الكيلومترات من الشواطئ. ففكر إنه ينقل السياحة أو الحركة السياحية لمصر إلى الغردقة وشرم الشيخ، وبالتالي دخلنا في هذا المجال وبدأنا نعمل مقاصد جديدة للسياحة في مصر. طبعا نجحنا في ده بشكل كبير جدا، لكن إيه برضو العالم بيتغير، بقت في أنواع أخرى من السياحة. الجميل بقى ان في مصر يعني في دول زي اسبانيا هو السياحه الشاطئيه الاساس فيها، انت في مصر عندك الاثريه والثقافيه وعندك الشاطئيه، وبعدين عندك سياحه الحوافز والمؤتمرات، وبعدين عندك سياحه اليخوت عشان الشواطئ، وبعدين عندك مؤتمرات، وعندك صحاري ضخمه جدا، فعندك تنوع موجود. كل دي منتجات سياحيه متميزه بتميز مصر عن اي دوله سياحيه اخرى. وانا هنا بيحضرني مثلا ما هو في ناس سبقونا وفي رواد وفي ناس اتكلموا، مثلا ابو السياحه في مصر مثلا الدكتور عبد القادر حاتم مثلا الله يرحمه قبل ما يتوفى انا عملت معاه حوار للاهرام. احنا كان في مصر مورد للنقد الاجنبي مثلا في مصر يقول لك القطن، فانا فاكر كده عنوان عملته في الاهرام على 8 عمود انه حاتم بيقول لي، حاتم لمصطفى النجار، اقنعت عبد الناصر ان السياحه ستصبح احسن من القطن. ازاي بقى؟ عمل ايه؟ راح الغردقه وبنى هناك الفندق الشهير ده الدائري، وبدا يبيع الشمس والهواء والميه للالمان. وقال الرئيس عبد الناصر احنا عاوزين نبيع ده اللي نركز عليه في الفتره الجايه. لدرجه ان احنا شوف احنا دلوقتي بنتغنى باسبانيا ونقول هي احد الدول السياحيه الكبرى في العالم، هي نمره 2 في العالم مثلا بعد فرنسا. لدرجه ان جيرار فرانكو طلب من عبد الناصر انه حاتم يروح له يديله التجربه دي في هذا الوقت. والرئيس بورقيبه في تونس، والرئيس عبد الناصر بعت الدكتور عبد القادر حاتم الى هذه الدول. عايز اقول لك ايه، نجحت الفكره وبقى عندك منتج سياحي جديد قوي جدا. هذا ده تاكيد على ايه بقى؟ تصبح احسن من القطن فين؟ في انها تجيب لك موارد، انها تجيب عمله اجنبيه. لكن يبقى العنصر الاساسي، انا بس زي ما بقول اخونا محمد انه مش فكره دوله، مش دوله سياحيه، لا مقاومتنا موجوده، لكن التعامل مع السائح مشكله. يعني التعامل مع السائح مشكله، وبالتالي ما انتش قادر تبقى دوله في زي ما بسميها انا دايما في الاهرام في نادي الكبار اللي هو اسبانيا وفرنسا وامريكا والدول اللي فيها سياحه. ليه؟ لان في قضايا كتير جدا، ودي اللي يجب ان يشملها الحوار الوطني، ايه اللي هي تخلي مصر تبقى دولة سياحية كبيرة. القضايا دي تحديات ضخمة جدا تجهد أي تجربة بالاستمرار وفي الزيادة. جهزها لنا، لأن هروح للأستاذ محمد وهو قال أنت قلت حضرتك تعبيرين مهمين أنا عايز أفرق بينهم. أنت قلت في مشكلة إن المجتمع المصري غير مؤهل للتعامل مع السياح. وكمان أستاذ مصطفى وأنت كان في جملة تانية حضرتك قلت الدولة. أنا عايز أعرف العوائق فين؟ يعني إيه المشكلة في موضوع السياحة؟ هل مشكلة مجتمعية ثقافية؟ احنا مش متعودين على الخواجة، ما بنحبش نتعامل معاه، او بنتعامل معاه بحذر، او بنعزله في كبسولة، وده سياسة دولة او سياسة مستثمرين سياحيين، ولا المشكلة في انه ما عندناش بنية تحتية او تشريعات تشجع السياحة، ولا الاثنين؟ سوى حضرتك لمست النقطة، يعني نتكلم بصراحة. انا عايزين صراحة كاملة، بصراحة عايزين نوصل لحلول الحقيقة. تمام. حضرتك السياحة هي سلعة أو خدمة تصديرية بتصدر كل حاجة زي ما قال الأستاذ مصطفى. مش بتصدر بس المية والهواء، حضرتك بتصدر الأكل اللي بياكله السائح لأنه بيدفع بالعملة الصعبة، حضرتك بتصدر كل منتجات الدولة داخل الدولة بالعملة الصعبة. مش راح بس المواطنين، الراجل اللي بيجي بيدفع بالعملة الصعبة وهو جوه في بلده، إزازة المية بيشتريها بعتها له هناك، كأنك صدرتها. تمام. اشترى الأكل، الشرب، الفطار، الغداء، العشاء بتاعه، ده تصدر للخارج وأصبح بيجي عملة صعبة تتغير بجنيه مصري عشان يدفعه ويقعد في مصر. أي خدمة، تذكرة الآثار بتعتبر صدرتها لأنه ده سلعة تصديرية. في السلعة التصديرية بشكل عام اللي منها مثلا جذب الاستثمار، احنا بنتكلم على جذب الاستثمار ومحتاجين نكتسب مزيد من الاستثمارات عشان نتوسع في تمام. الدول التي تستطيع جذب الاستثمارات الاجنبيه هي دول بتصدر فائض
البنية التحتية. يعني لازم البنية التحتية تتخطى إشباع احتياجات المجتمع المصري، وموجود فائض كهرباء بجيب واحد يفتح مصنع يستعمله. تمام. بيبقى عندي فائض طرق، فائض مواني، فائض مطارات، فائض خدمات عندي. الدولة المصرية لازالت تعاني من نقص الخدمات. خدمات بمعنى يعني بمعنى على الطرق. احنا دلوقتي عندنا نهضة كبيرة جدا في تحسن كبير طبعا، غير كافي. طبعا لازال في المناطق السياحية ولا عموما؟ وانت وهل بترى انا هقول لحضرتك حاجة يا دكتور. مثلا في السياحة بتواجه الهاجس الأمني. صحيح. تمام. فبعمل ايه؟ بعمل نظام الاختار. وبعمل نظام التأمين. وبعمل نظام الكول والكونفوي والعربيات تمشي ورا بعض. كول زي ما بيسموه. ده التأمين الملاصق. بنطلق عليه التأمين الملاصق. لازم ابقى معاه. طب ليه؟ ليه ما بقدرش اعمل غير كده؟ لان عندي ضعف، عندي نقص. نقص في ايه؟ نقص مثلا في اعداد افراد الشرطه. هل اعداد افراد الشرطه في مصر قوه الشرطه المصريه تتناسب مع ال 100 مليون؟ لا. هل عدد سيارات الشرطه اللي موجود في مصر، كان السيد رئيس الجمهوريه بيتكلم مره وقال لك ان مدينه نيويورك فيها 45,000 سياره شرطه. مصر يمكن ما تملكش الرقم ده. فبالتالي ده ما يطلق عليه ضعف البنية التحتية. ضعف البنية التحتية بيخلي أدائك دايما في حالة من الارتباك. انت بتحاول تقدم خدمة أمنية لعدد 10 أو 12 مليون سايح في السنة بإمكانيات ضعيفة. وبعدين نرجع نلوم الشرطة، ما أنا برضو احنا عايزين نكون واقعيين، توصيف المشكلة. فأنا برجع أقول الشرطة بتعمل لي اختار وكلامات. هل الشرطة لديها الإمكانيات اللي تخليها تستغنى عن ده؟ ده هم رجال الشرطه مستعدين، يا ريت يتمنوا يبقى في بقى الكاميرات والنتورك اللي بيعمل سيطره وكلام. بس هيتكلف كام؟ الدرونز وكل ده مظبوط هيتكلف كام؟ هل ده متاح؟ مش متاح، في اولويات اخرى، في مشاكل اخرى. وبالتالي احنا محتاجين نوصف مشاكلنا في الحوار الوطني بشكل جيد ونضع ايدينا عليه، وبعدين نبتدي نتحرك فيه بالشكل تدريجي علشان نستطيع ان احنا نحقق اهدافنا. لكن مش هنجيب او نقترح مقترحات من الخيال لا يمكن تطبيقها، ولا نمتلك الموارد الماديه اللي تسمح لنا ان احنا نقوم بيها. بنتكلم مثلا على احنا عايزين نرفع عدد السياح ل 30 مليون. رفع عدد السياح ل 30 مليون امر وارد، لكن ليس بما هو متاح من بنيه تحتيه فندقيه نهائي. وسياحيه ولا عموما من مطارات. مطارات طبعا. حضرتك طاقة المطارات المصرية اللي موجودة حاليا الحد الأقصى ليها حاليا 33 مليون راكب في السنة. كل أنواع الركاب، كل أنواع كل مطارات مصر، وكل 33 مليون راكب في السنة. الطاقة ممكن في حالة الزيادة يصل 35 مليون راكب. هذا العدد منه ما لا يقل عن 18 ل 19 مليون راكب مصري. تمام. ومش جاي للسياحة. فحضرتك بتيجي في بعض الأحيان تلوم وتقول احنا بنحرق الاسعار. طب احنا بنحرق الاسعار علشان درجة علشان ال بنبيع قليل، او عشان مشكله تسويق. انا اسف، انا بختلف مع اي حد يقول الكلام ده. مش مشكله تسويق، مشكله مطارات. ليه؟ لان انا عندي مثلا في شرم الشيخ 67,000 غرفه فندقيه. مطار شرم الشيخ ما بيتحمل لحد من 3.5 ل 4 مليون راكب في السنه. لو ده حجم التداول على هذا المطار، يبقى عدد الفنادق، عدد الغرف السياحيه دي اكبر من حجم المطار علشان تكون بنسبه 100% في السنه. فبالتالي بحجز طيارات وبحجز شارترز وبحجز سلوتس، واجي بعد كده عايز احجز تاني يقول لي لا، ما عنديش مكان تنزل فيه الطياره، فبضطر انافس واحرق السعر واقلل السعر. لكن لو حجم المطارات زاد هيحصل اختلاف كبير جدا. النقطه بقى دي هنلاحظها السنه دي. انا عندي الاثبات على الكلام ده. احنا عندنا اوكرانيا وروسيا بيحاربوا. تمام. اوكرانيا وروسيا بيجيبوا 4 مليون سايح. مصر في افضل حالات السياحه كان بيجي لها 12 مليون سايح. صحيح. مصر السنه دي هيجي لها 12 مليون سايح من غير السياحه الروسيه والاوكرانيه. ليه؟ لان الجاب اللي اتفتح في المطارات المصريه، الفجوه دي سدها سياح اخرين، الاسواق التقليديه انجلترا وفرنسا والمانيا، لانه لقى مجال اكبر انه ينزل. وبالتالي هتلاقي الاعداد اختلفت. روسيا واوكرانيا ممكن يجيبوا لنا مليون او نص او 3 4 مليون، لكن الفجوه دي اتسدت. فالعدد يبقى عندي المشكله الاساسيه في المطارات. حجم المطارات لازم يزيد. استاذ مصطفى كده يعني كلام استاذ محمد موضوع
معقد جدا وهياخد وقت، وانت قلت في تحديات. اول ما تتفق مع التحدي ده بتضيف ايه للتحديات اللي يجب ان تعالج؟ ال 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 يعني الشيطان يكمن في التفاصيل قطعا. الكلام عن المشاكل الأنية ينسيك الهدف الأساسي. مطار صغير، الأوض مش كفاية أو كفاية، الروس مش جايين، أو أنا مش بتكلم عن تفاصيل مشكلات، هي موجودة وكل حاجة، بس أنا بتكلم عن رؤية إزاي السياحة تكون أحد البدائل أو في المركز، عاوز أقول الأول أو أكتر من اللي هي فيه دلوقتي، لتوفير العملة الصعبة للبلد وتوفير فرص العمل. لازم يبقى عندك رؤية أنت عاوز إيه. التفاصيل التانية، اتخانقنا بقى في المطار، اتخانقنا في الكونفوي، مش عارف، كل دي تفاصيل تتعالج. طب إيه الأساس؟ أنت الأساس فيها أنت عايز إيه. طب أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنت عايز سياحة وعاوز أعداد كبيرة وتدخل في مصاف الدول الكبار سياحية من حيث الأعداد. ده الهدف بالظبط. أدواته إيه؟ أدواته بقى التحضير له بقى. التحضير له بيواجه، ودي أنا متصور إن هي الرؤية المستقبلية للسياحة اللي لازم نشتغل عليها في السنين اللي جاية. ولازم نعترف إن إحنا بدأنا، يعني أنا رأيي إنه ما يحدث الآن من بنية أساسية في شرم الشيخ والغردقة وكل مصر وكل الطرق، أنا ده تاريخ جديد. يعني الرئيس برؤيته وبجرؤته في الاقتحام كثير من المشاكل في الاقتصاد وفي السياحة، ده في تاريخ جديد بيتكتب لمصر. تمام. خريطة جديدة بتتعمل. فيما يتعلق بالسياحة، انت عشان تجيب سياحة وتجيب سياحة ذات عائد مرتفع، لازم تعمل حاجات ضرورية جدا. رؤيتك مش مجرد تحل مشكلة دلوقتي. مثل يعني مثلا انا، يعني انا مقترح يعني مثلا انه الحوار الوطني لازم يبقى قدامه الهدف ده. لو انا عايز اجيب رئيس الوزراء، كان بيقول من يومين ثلاثة انا عاوز 30 مليار دولار. الرئيس شغال في هذا الموضوع. تمام. لازم يبقى عندك قدرة انك عندك مقاصة سياحية جديدة كل فترة او كل عدد من السنوات، من 5 إلى 10 سنوات. الدول القوية هي اللي بتجدد المقاصد. يعني كنا زمان القاهرة والأقصر والغردقة، القاهرة والأقصر وأسوان، وبعدين الغردقة وشرم الشيخ. دلوقتي لازم يبقى عندنا مثلا مرسى مطروح وعندنا الساحل الشمالي. مش معقول الساحل الشمالي اللي فيه فرنسا وإيطاليا والكلام ده كله بيجي له ملايين وانت ما فيش فيه سياحة خالص. تجيب الكلام ده انت بتعمل بنية اساسيه وبتعمل طرق والكلام ده كله. تجيب ازاي؟ هل الساحل الشمالي ده فجاه كده زي ما الناس بتقول ممكن يبقى عليه 20 مليون سايح؟ مش هيحصل. ليه؟ لانه هو مش مؤهل سياحيا انه يبقى فيه طاقه فندقيه. عشان تعمل مقصد سياحي مثلا غردقه الاقصر الكلام ده كله، لازم الساحل الشمالي ده يبقى فيه على الاقل 20,000 اوضه. ليه؟ عشان الطيارات تيجي من الدول السياحيه، بيسموها باك تو باك، تجيب جروبات وتاخد جروبات. السياحه لمصر شئنا ام ابينا فيها مشكله، هي مش سياحه فرديه، مش السايح كده بيقطع تذكره. لا، ده السايح بيجي عن طريق وكلاء كبار متحكمين في الحركه لمصر، وبيجي عن طريق مجموعات، ويبقى جاي المجموعه واخده تحذيرات، ما تمشيش في الشارع، ما تركبش تاكسي، ما تروحش فين، ما تجيش منين. دي كل التفاصيل دي هي اللي تتعالج. لكن انا حددت الهدف الاساسي الاول بتاعي ان انا عاوز الاعداد تزيد. طب عاوز الاعداد تزيد، عاوز كم ولا كيف؟ انا بقول دي الرؤيه الكبيره المستقبليه. بعمل بنيه اساسيه، الدوله بتعمل بنيه اساسيه. طب حددت رؤيه، قلت لا عاوز ازود الاعداد عشان عاوز ازود الدخل. طب ازود الدخل ازاي؟ الدخل في السياحه ده يزيد ازاي؟ بحاجه اسمها الكواليتي، الجوده. لازم الخدمات معيار السبق في السياحه في العالم في السنين الجايه، انك تكون عندك جوده كويسه، نظافه، جودة في اكل في المجتمع. المجتمع اولا بشكل عام، المناطق اللي بيروحها السائح بس، والمناطق اللي بيروحها السائح بالتحديد. تمام. في الفنادق، في الفنادق لازم، مهمه جدا. المجتمع كله لازم يتعامل ازاي مع السائح؟ ما هو الفكره ايه؟ المصريين يبتسموا، لكن في مصريين تانية بيعملوا مشاكل. فانت عندك تحديات عشان تحقق الهدف اللي هو تجيب الاعداد الكبيره، تطلع من 10 12 مليون ل 30 و40 زي دول المجاوره ليك، مش هقول 80 90 مليون زي فرنسا وزي اسبانيا. هتعمل ده ازاي؟ وهتجيب السياحه الغنيه ازاي اللي هتضيف لل 30 مليار دول؟ لازم الجودة تكون كويسة، لازم بنسميها الريبيتد جيست. لازم هو الناس ال 30 مليون اللي بيروحوا فرنسا، هم بيروحوا كل سنة، بيروحوا باريس قصدي، 30 مليون هم بيتغيروا كل سنة، هم بيتغيروا 2-3 والباقي متكرر الزيارة. أنت تجيب متكرر الزيارة إزاي؟ بالجودة في الخدمات، بحسن التعامل مع الناس. إيه التحديات بقى عشان تحقق الهدف ده؟ إنك تجيب عدد وتعمل جودة وتحقق المطلوب في الدولة. عندك
انا محددهم 10 قضايا. انا كتبت هقف هنا دلوقتي لان عندي فاصل ضروري قبل العشرة وهنناقشهم واحده واحده لان انا دلوقتي ملاحظ وهقول ده قبل ما اطلع الفاصل انه كده في اختلاف ما بين مدرستين واضح بالظبط في السياحه. مدرسه احل المشكله الموجوده والاغنى اللي بيصرف اكتر مدرسه ثانيه السائح الذي يسير في سان جيرمان والشانزليزيه ويبقى في المترو ويبقى دول مدرستين السائح العادي. انا لاحظت ده دلوقتي حالا. هنرجع نناقش ده بس هستاذنكم حضراتكم فاصل قصير مشاهدينا الكرام نرجع بعده نناقش او نكمل هذه المناقشه الجاده جدا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. طموحاتنا كبيره، الموضوع الحقيقه فيه تحديات اكبر من طموحاتنا وده اللي بنحاول نناقشه بصراحه مع الضيفين الكريمين. كنا قبل الفاصل الاستاذ مصطفى النجار بيقول في 10 تحديات، انا هقف معاه نقطه صغيره هنا وارجع للاستاذ محمد عشان قبل التحديات في تحدي اكبر انتوا الاثنين لمستوه بس برفق، التحدي المجتمعي. تمام، نتكلم فيه بمنتهى الصراحه يعني التحدي المجتمعي هو من ضمن التحديات من ضمن التحدي المجتمعي. استاذ محمد يعني بلياقه اشار له كده جمله عامه، احنا عندنا تحدي مجتمعي، احنا مجتمع قابل بالفعل استيعاب السائح دون التخلي عن ثقافته وتقاليده يعني وما يعتز به، ولا احنا عندنا السائح لابد ان يكون في كبسوله مش احنا اللي اخترناها، المجتمع اختارها. انا ده وصفه الحل ايه؟ انا هقول لحضرتك يعني كده. انا هقول لحضرتك المجتمع المصري او الشعب المصري لديه مخزون حضاري ضخم بيلجأ اليه في كافة القضايا وبيستطيع ان هو يحصل من هذا المخزون على ما يحتاجه لاداء المطلوب في اي فتره تاريخيه محدده. وطبعا حضرتك يعني استاذنا وكاتب كبير ودارس كبير ومتبحر وشفت قد ايه على مدار سنوات كثيره جدا وعصور كثيره جدا مصري بيسحب من مخزون الحضاره اذا استدعى الامر. الحضاره بتاعت المصري بتسمح له ان هو يتاقلم ويتكيف مع الحفاظ على الثوابت بتاعته بشكل جيد، مفيش فيها مشكلة. احنا مجرد ان احنا بن 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 بنساعده في فهم الموقف وفهم الامور وبتبقى درجة الاستجابة الى حد بعيد جدا جيدة. احنا محتاجين في الفترة القادمة دي التخلص، وانا يعني اسف ان انا مش اسف انا اعني ده التخلص من الفكر الوهابي اللي حضراتكم اعلم مني ككتاب كبار بتأثيره علينا وعلى ثقافتنا بشكل كبير. لأن المصريين على مدار سنوات طويلة جدا ما كانش عندهم مشكلة مع السياحة، السياحة موجودة من عشرات السنين، ما كانش في أي مشكلة. ولم تكن تواجه المشكلات اللي بتواجهها دلوقتي، بل على العكس. كانت الناس بتنزل في الأقصر وتقعد في الأماكن كذا وتقعد في بيوت الناس أهل الأقصر وكانت يعملوا لهم زي اماكن كده قدام بيوتهم ويشربوا شاي وقهوه وكانت الامور فيها قدر كبير جدا. بس ده ما توقفش قوي، هو ده ما توقفش يعني، فاهم؟ لكن في مقاومه ملحوظه. لا بالعكس، ده ناس بترحب لان ده اكل عيشهم وشغلهم. صحيح. فبس احنا عندنا في بعض الاماكن بقى مثلا زي القاهره ثقافه التعامل مع السائح مش موجوده، يعني في بعض المناطق اللي بنعتبرها كبسوله، الاقصر مثلا هي برضو منطقه الناس فيها معتاده على السياحه، اسوان كذلك الناس معتادة على وجود السائح، شرم الشيخ، الغردقة إلى آخره. لكن بتيجي في المدن الكبيرة بيعتبر السائح ده حاجة مختلفة، وعلشان الأعداد ما بتبقاش كبيرة بشكل يعني متواجد طول الوقت بتحصل مشكلات وبتحصل ردود أفعال غير جيدة. فإحنا محتاجين إن إحنا نعمل حملات أكبر لنشر الوعي، وأتمنى إنها تبدأ من السن الصغير. يعني ان هو من هو الطفل في المدرسه بياخد جرعه بسيطه من الثقافه السياحيه، بيعرف يعني ايه السائح، اهميته، بيعمل ايه للدوله. وايضا ننشر فكره ان انت بتمثل بلدك امام الاجنبي، انت يعني حتى عليك ان تحسن اكثر من المعتاد في التعامل. عظيم، نشر ثقافه من النوع ده عظيم وجذب المصريين للاهتمام بيها. ده تحدي انت ذاكره
بالظبط بترتيب الاولويات ايه اول اثنين او ثلاثه عشان نناقشهم مع بعض. شوف انا يعني اتمنى انه وحلهم ايه يعني ما انا هو ده اللي انا بتمنى يتم الاتفاق عليه في الحوار الوطني. تمام. الاتفاق على حل هذه التحديات عشان او مواجهتها عشان اقدر اجيب اعداد سياحه كبيره ومصر تدخل في نادي الكبار زي ما بسميه انا في الدول السياحيه الكبرى وعشان اجيب عمله صعبه وازود الدخل واجذب مستثمرين. الحوار الوطني لازم يكون حوالين مجموعه من القضايا الاستراتيجيه لازم نتفق عليها وتبقى زي دستور ما تبقاش محل خلاف انا اعمل ايه في دي وما اعمل. لازم احسم القضايا دي الاول حضرتك. الحوار الوطني الاهداف اكيد كلها واحده. الوسائل قطعا هتختلف. بالظبط. احنا الحوار الوطني مخرجاته حاجه من اتنين مش حاجه ثالثه يعني لا مجال للتشخيص. المريض عيان بيكح حراره كل ده كلنا بالزبط. عارفين بالزبط. الروشتة ايه الروشتة حاجه ايه الروشتة ايه اطار تشريعي مقترح تشريعي يروح للبرلمان الرئيس وعد بيه او اجراء تنفيذي اجراء اللي هو بقى من القبيل كل انواع الاجراءات ايه اللي مقترح والحوار اللي مقترح لن يسمح على فكره بغير دول. يعني مفيش حاجه ثانيه انا بقى بقول على الحاجات اللي الحوار اول حاجتين او ثلاثه تحديات كبرى. انا هناك مجموعه القضايا الكبرى او التحديات التي يجب الاتفاق بشانها. واحد انا اقول لك العشرة اجمالا. قضيه التنميه السياحيه لازم تحسم لازم نبقى متفقين احنا عاوزين فين وننمي فين وازاي وازاي عايزين عايزين ايه فين هنختلف وطبيعي ان احنا نختلف بالظبط. تمام. بس لازم بقى واحنا بندور نجيب اعداد نبقى عارفين هنجيبها فين. تمام. دي ادي الفكره في دي. تمام. قضيه اراضي التنميه السياحيه اتصرف فيها ازاي. قضيه الظهير الخلفي والترفيه في السياحه المصريه. قضيه الوعي وسلوكيات المصريين اربعه. خمسه السياحه الشاطئيه والثقافيه ازاي اتعامل معاهم. سته المقاصد الجديده وعلى راسها العالمين. سبعه انواع جديده من السياحه المؤتمرات والعلاجيه وكانت تدخل ازاي واعمل بيها ايه وعاوزها فين. ثمانيه الكواليتي جودة الخدمات اتعامل معها ازاي. تسعة السياحة والطيران قضية شائكة ولازم تحسم وفيها جزء المتعلق بالمطارات. عشرة الاعلام السياحي ودوره. كل القضايا دي نتفق عليها واحنا قاعدين كده. ديها لو اتحلت او لو حطينا وسائل لمواجهتها نقدر نقول خلاص احنا بقينا على الطريق الصحيح وممكن نبقى دولة سياحية كبيرة. الحوار الوطني يقول ان احنا نقدر نجيب ال 20 وال 30 وال 40 مليون نقدر نجيب ال 10 و 20 و 30 و 40 مليار دولار زي الدول الثانية. بتمسك بقى كل قضية من القضايا دي وتلاقي فيها مشكلة بتتحل ازاي. انا كتبت الاكثر من ايه القضية منهم قضية مثلا التنمية السياحية. تمام. القضية التنمية السياحية دي مهمة جدا. التنمية احنا دلوقتي عندنا 250 الف اوضة لازم نقعد احنا عاوزين اعداد كام ونقعد اهل الصناعه ونتفق عاوزين اوض تاني وعاوزين اراضي التنميه السياحيه دي. هل انا عاوز ابيع اشرحها للمواطنين هم مش عارفين هل انا عاوز اراضي التنميه السياحيه دي ابني فنادق تانيه. تمام. ولا عايز ابني خدمات للفنادق اللي موجوده. تمام. اللي هي اسمها الظهير الخلفي اللي هو السائح يروح مثلا الغردقه لازم يلاقي كافتيريا ولازم يلاقي كافيه والبتاع والسينما والمسرح والكلام ده. نتفق بقى على التنميه السياحيه. هل انا عاوز التنميه السياحيه دي عاوز ابيع الاسبوع ب 300 دولار بالطياره مصيبه كبيره ده الكم ولا عايز ابيع الاسبوع ب 1000 و2000 و3000 زي الدول السياحيه. مع المدرسه الثانيه انا مع الثانيه طبعا لان الاولى بتهدر مواردك. الناس فاهمه ان البحر ده لا كله بتاثر والشواطئ بتاثر على المدى الطويل انت بتخسر. تمام. فانت لازم تكون حاسم القضيه دي. وبعدين اراضي التنميه السياحيه ابيعها بدولار ولا ابيعها ب 10 دولار في دول بتبيع بسنت مثلا في اغنى دوله في العالم في سويسرا. احنا هنا عندنا على طول الناس تطلع يقول لك ايه رجال الاعمال والحراميه وخدوا ده الارض مش عارف بدولار. لا طب في دول بتديها مجانا. يعني في قضايا لازم تكون محسومه خلافيا تحقق لي تجذب استثمارات. ما هو المستثمر ده مش هيجي ولازم يكون عارف راسه من رجليه تشريعيا وهيستثمر فين وهيدفع فلوسه ازاي والعائد بتاعه هيحول له ازاي عشان هو يبني لي فندق هنا في الحته دي ياخد الارض بكام وايه المطلوب منه وضرايبه ايه. فاحسم قضيه التنميه السياحيه وقضيه اراضي التنميه السياحيه. الناس اللي يعني بقول مش واخده بالها ان في دول كبيره في العالم بتبيع ببلاش او بتبيع بسنت. تمام. طب انت عملنا دلوقتي وصلنا من دولار لاماكن فيها زخم شويه سياحي ل 40 و50 و30 لازم انا ابقى محدد وفين التنميه واحطها فين. هل انا عندي قدره اعمل مقصد سياحي جديد كل خمس سنين يعني اقول الساحل الشمال مرسى علم بعد كده اروح سيوه بعد كده اروح فين. ما هو السائح ده مش هيجي لك كل يوم اذا لقى حاجه جديده تشده بيها. طب. القضيتين دول مرتبطين ببعض وقضيتين مهمين جدا. اللي بيرتبط بيهم عشان تكمل بس الدايره قضيه الجوده.
تمام. لا يمكن انت تجيب دخل سياحي كبير للجوده. مش عاوز اقارن بدوله عربيه كلنا عارفينها لانه الجوده فيها عاليه، انت الجوده عندك مش عاليه، فلازم تتصرف بقى في الجوده دي، في الاغذيه والمشروبات وفي الرقابه وبتاع، والجوده كلها بما يحط فيها الدوله ماشيه في الطرق والكلام ده، لكن الجوده في الخدمات الفندقيه مهمه جدا. هتخليك انت بدل ما تبيع الاوضه ب 10 دولار هتبيعها ب 50 او 60 او ب 1000 او الكلام ده. الجوده تمام. الجوده هي معيار السبق مع الاتفاق على النقطتين السابقتين. طيب لانه الوقت ابتدى يجي، انا دلوقتي هطرح سؤال يعني مش عارف بقى صح ولا غلط، بس هو سؤال بديهي. عملنا كل ده، وانا هاخد السياحه الشاطئيه مثال. احنا عندنا الساحل الشمالي لم يبقى منه الا العالمين وما يجاور، بحيث يبقى مقصد سياحي اللي جاري حاليا هو ده. بقيه الساحل الشمالي ال 250 كيلو راحوا خلاص، راحوا في القرى الخاصه انتهت، وبالتالي المساحه الموجوده ادي هي الساحل الشمالي. الساحل الشرقي شاطئي برضه، احنا عندنا من اول مرسى علم لغايه نط منها على الغردقه، وبعد كده على ما يبدو يعني طبيعيه ما تنفعش تبقى شواطئ لان فيها بترول وفيها وفيها وفيها. يا ترى سياحتنا الشاطئيه وجهتنا تحتمل الارقام اللي بيتكلم عنها دي، 30 مليون و40 مليون، هل عندنا ده واقعيا؟ عندنا كل دي مساحات شكلها كده على الخريطه حلو، بس ايه اللي فاضل فيها ثقافيا بقى؟ هل السياحه الاثريه في مصر او في العالم تقدر توصل لمستويات الملايين او عشرات الملايين؟ هل السياحه العلاجيه والمؤتمرات تعمل ده عشان نقيم تقييم واقعي؟ انا معلش هو السؤال اللي حضرتك بتساله ده هو بدايه الحل. بمعنى حضرتك احنا عايزين نوصل ل 30 مليون سائح، ودي خطوه مبدئيه علشان يبقوا 50 60 مليون سائح. كويس، انا لازم احدد انا عايز 30 مليون سائح شكلهم ايه. يعني انا قدراتي الاول، ادرس قدراتي انا ان انا اقدر اجيب 20 مليون سياحة شاطئية و10 مليون او 5 مليون سياحة ثقافية و2 مليون سياحة صحراء وسياحة علاجية والى اخره. تمام، يبقى لازم الاول يبقى في نوع من الاستهداف داخل قطاع السياحة، احنا عايزين نستهدف ايه؟ انا سؤالي هل نحتمل الاعداد دي؟ ما هو بقى حضرتك ما لما انا لما انا لما انا لما انا لما انا اجي اشوف الاستهداف بتاعي هقول والله انا عندي حاليا 250 الف غرفه فندقيه تمام متوزعين بالشكل كذا وكذا وكذا في شرم الشيخ وكذا في الغردقه وهكذا. تمام، هل هم ساتوريتد؟ هل هم مشبعين تمام بالحجز؟ لا. طيب لو هم مش مشبعين بالحجز قبل ما اروح ابني فنادق جديده، يعني انا عندي دلوقتي 230 الف غرفه فندقيه في مصر تحت الانشاء. تحت الانشاء صحيح. يعني هوصل ل 500 الف. طيب مطارات مصر تكفي انها تخدم على 500 الف غرفه فندقيه؟ حجم التوسع فيها قد ايه؟ الطرق تتحمل ان انا اصل لهذا الرقم؟ المناطق الاثريه اللي بيقوم السائح بزيارتها، وادي الملوك وادي الملكات، يتحمل ان انا ارتفع بمعدلات الاعداد لقد ايه؟ ولو شغلتها الصبح وبالليل هتشتغل باعداد قد ايه؟ يبقى اذا الطاقه بتاعت البنيه التحتيه بتاعتي والقدره اللي حضرتك بتتكلم عليها، انا عندي شواطئ، طيب انا هخلص دلوقتي شرم الشيخ والغردقه واوصلهم لمرحله التشبع الكامل، وايضا الساحل الشمالي وغيره، يبقى هتوجه باللي زي ما بيقول عليه الاستاذ مصطفى واتس نيكست، المرحلة التالية بعد كده. بس لازم في نقطة بقى مهمة قوي، قبل ما ابتدي اتوسع في خريطة السياحة في مصر وافتح مناطق جديدة وافتح كلام جديد والكلام ده، لازم المناطق بتاعتي تصل لمرحلة التشبع الاول، المناطق الحالية القائمة القائمة تصل لمرحلة التشبع. وصولها لمرحلة التشبع بيبقى انديكيشن او مؤشر للمستثمر الجديد. ممتاز، هضطر اقف هنا لان اخر سؤال للاستاذ مصطفى الوقت خلص. استاذ مصطفى، كل الكلام الجميل اللي حضرتك قلته وانا هنا بتكلم بالسياحه، انت قلت صناعه وهي جزء وهي لجنه من مجال الاقتصاد وهي يعني طبعًا محور محور الاقتصاد، عشان نوصل لده او ده او الاثنين مع بعض في خلال المدى القصير اللي هو يعني من خلال سنه، والمدى المتوسط
من سنه لثلاثه او لاربعه ومن المدى الطويل محتاجين فلوس قد ايه؟ ما ده لازم يتحسب. بتكلم كالدوله، مش دعوه دلوقتي انا بالمستثمر اللي هو بينفق وقت ما يحب او يبطل. الدوله عشان تحقق ده يا ترى في اي تقديرات ماليه لتكلفه المشروع الطموح ده والمشروع الطموح ده؟ ده جزء من واجبات الوطن بقى. لانه مش معروف انت هتصرف كام، لانك انت اصلا مش متفق انت عاوز ايه. لو اتفقنا على ده، لو على الخطه دي، على الخطه دي ده الاساس فيها لازم الاستثمار الاجنبي او الاستثمار المباشر، الاستثمار الخاص. يعني الدوله مش تدفع حاجه؟ لا، الدوله للبنيه الاساسيه والمطارات تكلفتها معلى، لازم يبقى فلوس عشان وزير الماليه محدش حسب الدوله. الدكتور هيزعل مننا يعني. لا، محدش حسب. اصل خد بالك، هي دي تكلفه هتبقى، هي احنا بنعرفش تكلفه على سنوات طويله. ماشي، نقول اصلا التكلفه تحسب على سنوات. اصلا لما تجيب بتقول عاوز 30 مليون وكلام، المطارات حتى لو موجوده هي الفكره كمان في ايه؟ ايه نوعيه الطيران اللي جاي؟ هل طيران شارتر؟ هل عارض؟ ما الناس فاهمه ان الطيران دي بتجيبها سياحه، بتجيبها مصر طيران. لا، مش صحيح، ده بتجيبها شركات طيران وشركات منخفض التكاليف والكلام ده كله. فحد حسب؟ لا، ما حسبش. طب ده لازم يتحسب يا استاذ مصطفى. ما هو لازم يتحسب بناء على ما تتفق انت عاوز ايه من التنميه الصحيه، وعاوز تروح فين، وعاوز دخل ايه. افترضت ال 30 لازم مليون. عندك دراسات حاله، دراسات اسواق. تمام. يعني انت مثلا اللي انت بتقوله دلوقتي من شويه، السياحه الشاطئيه ايه؟ الثقافيه ايه؟ طب ما الثقافيه طول عمرها والاثار كانت حجمها عالي جدا في مصر وهي الاساس، لكن لازم نشوف الترند في العالم اتغير ازاي. صحيح. اهم بورصات في العالم دلوقتي السياحه الشاطئيه، 75% من حجم التعاقدات في العالم. صحيح. السياحه الاثريه في العالم دلوقتي من 15 ل 20%. لو انت اعتمدت عليها بس وقلت دي السياحه الغاليه، مش هتجيب لك الارقام دي. لازم تضيف ليها السياحات الاخرى الجديده، اليخوت والمؤتمرات والكلام ده كله، دي اللي بتبقى اعداد قليله لكن انفاقها عالي. فلازم الاول احنا نتفق على الاساسيات في يعني ان يكون الحوار الوطني او غيره، احنا هنمشي ازاي، عاوزين الاعداد، الكواليتي تتعمل ازاي، المقاصد السياحيه الجديده تبقى فين، سلوكيات المصريين تتعدل ازاي، نبقى مجتمع حاضن للسياحه. السياحه في النهايه نشاط انساني. صحيح. تواصل. صحيح. انساني وثقافي. يعني للاسف الوقت خلص. طيب. للاسف. طيب. ويعني عندنا برنامج تاني بعدها مباشره. حقيقه يعني انا بشكر حضراتكم لسبب، انه هذه هي الاسئله اللي هنطرحها. يعني السؤال الاخير واللي قبله، انه احنا في هيبقى واجبات مطلوبه من الدوله سواء مباشره او غير مباشره في تشجيع الاستثمار، لازم ده يبقى واضح قدام الدوله، لان دي اولويات العمل الوطني. هننفق قد ايه؟ الدوله هتسالك عايز مطارات، طب تكلفتها محسوب. طب ممكن يبقاش دلوقتي في تصور على الترابيزه هنا، عايز قاعات، لكن لازم يبقى موجود. عايز عشان عايز قاعات مؤتمرات. يعني هل الغردقه فيها قاعات مؤتمرات؟ كل دي اسئله. لا، جزء منها. احنا دلوقتي جايبين مؤتمر هيجيب 55,000 في اقل من شهر. تمام. طيب لو انا، هل ممكن ان ده، لان الدوله انفقت في بنيه تحتيه ضخمه وهي قاعات مؤتمرات ضخمه في شرم الشيخ، لو في زيها في الغردقه نستطيع ان احنا نكتسب في الغردقه؟ لو في زيها في الساحل الشمالي هنقدر نكتسب في الحوار القادم. حوار مختلف، لانه مش هيقتصر على مؤشرات عامه، لازم الهدف وتكلفته وتوقيته في مدى. انا مش عارف اشكر حضراتكم ازاي يعني على هذا التشريف لينا. اشكرك استاذ محمد منتصر، نائب رئيس لجنه السياحه وجمعيه رجال الاعمال المصريين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. صديقنا العزيز الاستاذ مصطفى النجار، الكاتب الصحفي والخبير السياحي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الف شكر. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقه الخميس. بشكركم شكرا جزيلا. نلتقي بكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من مصر جديده.